حبايبنا نقول ألف مبروك للسام دي جي، فتح له المحل هنا بستيرلينغ هايتس. خلنا نوريكم المكان داخل. شنو اتفقتوا؟ شنو صاير؟ توني دخلت. ما قلت لك احنا جايين السام يا قلبي. ايه وجينا السام الحمد لله. زين انت مو قايلت لي تقدر تتزوج الثانية؟ انا مو هو شرح للأرض. انا؟ وانت قلتي لي انا جيت السام لعلم. احنا جايين السام نصور له المكان وعشان الناس تعرف بالمكان الجديد اللي سواه. ما لا شنو ما كان اتفقنا عرس. هاي شنو هاي؟ هاي من وراي. الشرح حل الأربعة. أنا راح أتزوج الثانية، نبلش بالثانية وإذا ضبطت الثانية. طبعا سام انت فرحان، انت الربحان فيها. هاي كم عرس هاي؟ خصم 25% دسكاونت. 25%؟ وقال لي راح اجيب لك هاي البالون والما. ايش راح اسوي؟ لا انت مدمرين. لا سام مو هيجي. سام سام بالباكج نسيت اضيف لك اياها. شنو هي؟ شنو سمرك هذا الدخان بالسلودا؟ اي ما يخالف هذا انت بعد منهم. ويا العقد انطق سيجار هديه. يا سلام يا سلام. توردها بالعرس على مود. زين بيبسي ما بيبسي ما اريد. احنا نسوي بيبسي. احنا نجيب بس الموسيقى والفرق واللايتنج والفاير. هذا ما يعرف. اصرع هاي ابو على خاف زوزو تقتلنا. لا انتوا اللي سويتوا ما قصرتوا يعني. هسه مو فتعرق قاصه خاف زوزو تقتلنا. اي صح اي هاي نهايتكم. ها انا ما يعني ما مسوي شيء. امشي انت راح تخرب. انت راح تخرب. تعال 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 تعال. مخرب دمرك سام دمرك. امشي 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 امشي. باي 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 باي.